ايضا سؤال حلقتنا اللي بنطرحه على حضراتكم من خلال صفحتنا على الفيسبوك اون تايم سبورتس. بعد صعودهم لدوري المحترفين، هل تستطيع فرق بورسعيد واسيوط والشمس وبترول اسيوط ان هم يستمروا وسط كبار كره اليد؟ ناخد بعض الاجابات من على صفحتنا. محمد انور، مساء الفل عليك، تحياتي ليك كمان وتحياتك وصلت لضيوفك لضيوفنا الاعزاء. هو شايف ان من الصعب تحقيق الموضوع ده لضعف الامكانيات والفروق الفرديه ونقص الخبرات. ابراهيم ابو الحسن، مساء الفل عليك، ان شاء الله هيستمر وهينافسوا كمان. محمد عبد العاطي، مساء الفل عليك، بورسعيد داخله بقوه اما اسيوط والشمس محتاج دعم علشان ينافس وسط الكبار. اسامه الجرحي، مساء الخير عليك، اتوقع ان هما مش هيستمروا، لابد من الدعم للاستمرار وسط هؤلاء الكبار، ولكن بتمنى التوفيق لفريقين اسيوط وبترول اسيوط والبقاء في دوري المحترفين. دي كانت آراء متابعينا من خلال الصفحة. أكيد